تضحية ذكرى، المكان ده كله بتاعي. ايه ده؟ في ادي القرف، مش ممكن بجد يعني. يا سودي يا ساتر يا رب، ايه ده؟ ما بحبش صور رجاله في بيتي، بيجيبوا النحس. بس انت ايه اللي دخلك هنا؟ ما تردي عليا يا ست. انت مين ودخلتي هنا ازاي؟ انا برضو اللي مين. عموما اهلا بيكي في بيتي. بيتك؟ مش قادره. بيتك ده ايه؟ ده انا يا دوبك لسه مستلماه. انت ايه حكايتك بالظبط؟ ولا دينا صبايا ولا ايه؟ انت لذيذه قوي بتضحكيني. ولا لسه مش فاهمه ولا بتستعبطي؟ مش فاهمه ايه بستعبط ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه خالص. طب بصي، انا عندي صداع فظيع، اسكتي شويه. طب يعني هو حضرتك يعني قريبة اكرم بيه؟ طب هو اكرم جابني هنا ليه بالذات؟ وليه قال لي ان ده هيكون بيتي؟ وبعدين هو اصلا ما جابش سيرتك ولا قال لي حتى ان انا هقابلك. ده اللي بحاول افهمهولك من الصبح وانتي مش عايزه تفهمي. عموما في حاجتين مهمين قوي لازم تعرفيهم. اسمي سورايا، وان ده بيتي وانتي هنا ضيفه. ضيفه عندك ده ايه؟ والامتى بقى ان شاء الله؟ لغايه ما يشوف لك اي حته تانيه تروحي تتلقحي فيها. اصل انا واكرم معرفه قديمه قوي، واكتر من كده ما تطلبيش مني اني اقول. لو عايزه انت تعرفي اي حاجه منك لاكرم بقى، عشان انا هنا مش مدرسه اقعد الوكلك واقعد اشرح وازيد واعيد. هو انت فهمتيني حاجه اصلا؟ ده انت لخبطتيني وخوفتيني. استغفر الله العظيم يا رب. وانا ايه اللي بيحصل لي ده بس يا رب؟ هو انت اكرم قال لك ايه عشان يجيبك هنا؟ انا واكرم يعني بيحب. أكرم قالك إنه بيحبك، يبقى تمام خالص كده. اطمني على الآخر. مش ممكن. خيال فشخ الواقع بصراحة. أنت لذيذة أوي. جي كيتي مون بي، جي كيتي مون ميزون، ما في.